Brunner interview. والآن يدخل الممثل الثاني للفريق الأزرق من الأكاديمية اللاعب اللبناني أحمد اللبان 24 عام الطول 177 الوزن أيضا 77 تخصص كيك بوكسينج لاعب قوي شفناه في الأكاديمية وصل للنهائي وطبعا كانت المكاهنة في واحدة من النزالات طبعا هو ما كان قادر أحمد يلعب بطريقة جيدة لأن شعره كان مفتوح فشعره كان يغطي على عينه وانت أدرى أيام الشعر المفتوح أحمد أن واحد يغطي على عينه صعب فالآن شفناه بقصة جديدة جاهز جدا شعر اللاعب طبعا تفادي لأي طبعا جاهز عند درع الأكاديمية الآن هذا الأكاديمية الموسم الثالث على درع وزن 77 كيلوغرام هذا الوزن الملغوم في الأكاديمية صحيح عمار أحمد لبان لاعب لبناني حاصل على بطولات لبنان في الكيك بوكسينج شفناه من قبل المواجهة جاهز كان جاهز للاعب عثمان نجاعي وأظن أنه راح يكون جاهز للاعب عناد بعوض الله لأنه عنده خبر من زمان أنه راح يلعب الأكاديمية الفاينل صحيح عمار عناد يقول لك أنا جاهز دائما جاهز وتخبرت قبل 5-6 أيام جاهز الأكاديمية دائما يقول عندنا أن القادمين من الظل هم اللي يفوزوا هل عناد بعويضان يؤكدها للمرة الثالثة شفناها مع طارق حمدي شفناها مع لاعبين أخرى في الأكاديمية بعد ما طلع رجع وفاز وأخذ الوزن كان ضار قيامه هل عناد يؤكد هذه النظرية أن القادمين من بعيد من الظلام هم اللي يفوزون أو أحمد اللبان يقف سدا منيعا أمام طموحات عناد بعويضان أحمد طبعا عمار راح نشوف طبعا هذا اللقاء وراح يثبت احد اللاعبين طبعا هل هو اجدر بالحصول على النتيجه او الدرع انساتي سادتي على درع اكاديميه الدزرت فورس على وزن 77 ثلاث جولات من الفنون القتاليه المختلطه على 77 من الركن الازرق الطول 177 العمر 28 الستايل كاراتيه من بلد السيفين والنخلة من المملكة العربية السعودية عناد بعويضان ومن الركن الأحمر الطول 177 العمر 24 سنة الستايل كيك بوكسينج من بلد الأرز من بلد الفن من بلد الجمال من لبنان أحمد لبان بعد قليل أعزائي المشاهدين سيبدأ النزال ما يميز هذا النزال أن الاثنين واحد يلعب موي تاي أو كيك بوكسينج واحد يلعب كاراتيه ولكن الاثنين كانوا مع محمد كركي في الأكاديمية ومحمد كركي لاعب يتميز بالمهارات الأرضية وحصل على بعد بطولة لبنان حصل على الحزام البني في الجوجيتسو البرازيلية محمد كركي ألف مبروك فهل يا ترى سوف نشوف أن الاثنين عارفين بعض دارسين بعض أحمد كانوا مع بعض طول الأكاديمية واثنين أصلا هم لعبهم تخصصهم على الواقع ولكن الآن بعد ما دخل الأكاديمية وفنون قتالية مختلطة زادت المهارات عندهم شو راح تسوي تبدأ النزال الآن عناد بعوضان بالقفاز الأزرق عناد بعوضان انتبه بالقوة الجسمانية شوف لبان الهدوء اللي على لبان نسيم حميد بس اللي ممه أوه اشتباك رائع ركبة قوية من أحمد اللبان عناد يجبر احمد اللبان على جره الى القفص محاوله اسقاط طبعا من احمد من اللاعب طبعا عناد بعويضان اللاعب احمد ولكن الاسقاط القوه هذا يعني يخلي الفنيات اكثر بالاسقاط لان القوه محتاجها انت يا عناد في ثلاث جولات لكن كل واحد عنده طريقه في اللعب واحنا بس احمد ستايل نسيم حميد هذا مميز عمار تنقلب الطاوله على عناد بعويضان يعني حاول يسقط احمد اللبان ولكن هو اللي سقط على الارض والان بعويضان يضع احمد اللبان في وضعيه الهاف جارد
احنا اعزائي المشاهدين احنا نتكلم من وجهه نظرنا، يعني احنا ما احنا نتمنى التوفيق لجميع اللاعبين، ما قصدنا نذم لاعب او لاعب احنا او ننتقد، احنا بس نحاول نبين الصوره اللي هي وجهه نظرنا. تحتمل اذا اصبنا فمن الله واذا اخطانا فمن انفسنا، يعني ما عندنا اي غايه من وراها، كلهم لاعبين عرب ونتمنى التوفيق للجميع. الان ما زالت ثلاث دقائق وثنتان تصلنا عن نهايه الجوله الاولى. اللبان في وضعيه الهاف جارد للاعب بعوضان، وبعوضان ماسك بايده اليمين. بدينا اللبان، ما اظن الاثنين اللبان يدور النزال على الواقف، ما عنده اي فعاليه ابدا. ورد على لا 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 في عطاه ركبه لكمات. شو هذا يا لبان؟ نشوف عمار طبعا الحماس ما بين المدربين خارج القفص طبعا، وضعية وتفاعلهم طبعا مع اللاعبين الاثنين. دقيقتين و47 ثانية تفصلنا عن نهاية الجولة الأولى، الحكم يشير اللاعبين بالهجوم. أوي هذا كركي، وينك يا كركي؟ ترى خلقة باستخدام المثلث، هذه حركة كركي. صحيح، مفروض من اللاعب طبعا والعوضان لازم على انه يلف خصره طبعا. نعم، عوضان يتميز بالقوه الجسمانيه، انه يجب عليك انه مجهة مش محكمه ترفعه وتضربه على الارض. اوه لا ظلك قاعد خطا عليك يا لبان، واخذ على عوضان. واللبان يعطيه واحده يمين واحده يسار، هدوء عند اللبان، رائع لاعب متمرس شكله. ولا ما عنده ضغط احمد، ما عنده ضغط الجمهور، ما عنده ضغط اي شيء، متمرس في بطولات الكيك بوكسينج. شوف لاتقان هذه الحركه عمار، طبعا المفروض من لبان انه يلف خصره شوي عمار على اساس انه يقدر يسكر. هرب عويضان كانت جدا قويه من اللبان. حلوه ركبه. دقيقه و50 ثانيه تفصلنا عن نهايه الجوله الاولى، هذه ثاني مباراه في ديزرتور 19 ديزرفورد نهايات الأكاديمية، وللأسف بس عندنا نهائي واحد. الآن اللبان بالقفاز الأحمر هو من ظهره على القفص. بعوضان الآن لحظة هدوء بين الاثنين أحمد، ما في أي فعالية هجومية، هدوء شوية، كل واحد يحاول يفكر أو ممكن يلتقط أنفاسه. أكيد عمار ال 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 طبعا الهدوء يسود طبعا الدقيقة. نعم، الدقيقة تقريبا الأخيرة من نهاية الجولة الأولى من نهاية الأكاديمية الموسم الثالث. هذه ثلاث سنوات الأكاديمية أحمد، الأكاديمية أعطتنا الموسم الأول البطل محمد غربي، البطل صاحب الأخلاق الرائعة، أعطتنا أبطال. يا سارية لبان. يا بعوضان حماسيه، ما تحس النهاية اكاديميه احمد، تحس انه يعني شباب ثقه احترافيه في اللعب. صحيح عمار، صار لهم اكيد يعني احمد 5 سنوات تفرج دراع الاكاديميه على ديزرت فورس، وكل واحد منهم كان قبل 5 سنوات يتمنى مثل ما شفنا اللاعب مثلا الازرق 19 سنه، قبل 5 سنوات كان عمره 14 سنه، تخيل انه في يوم من الايام ممكن يكون حلم انه يكون متى تواجد على قوس الاكاديميه. أكيد. وحذر قال لك انا راح انافس على درع ال 70 كيلو جرام. عمار الاصرار والحماس. ركله يساريه. غطي وجهك. الله الله الله. يس تنتهي المباراه ويفوز اللبان بالضربه القاضيه وبدرع الاكاديميه وزن 77 للموسم الثالث. الف مبروك، ومباراة أكثر من رائعة من اللاعب لبان ومن بعويضان. مبروك، مباراة قوية ورائعة. ألف مبروك للاعب أحمد اللبان وفوزه بحركة الكي أو النوك أوت طبعا. ألف مبروك، ركلة قاضية من أحمد اللبان طبعا إلى اللاعب السعودي عناد بعويضان. ألف مبروك وهارد لك طبعا للاعب السعودي عناد بعويضان. حماس الجمهور طبعا، ونبارك طبعا لأحمد لبان حصوله على درع الأكاديمية. فوق
جيد طبعا من اللاعب احمد لبان. كارد لك للاعب عناد بعويضان. بعد مرور 4 دقائق ونصف بالضربة القاضية من بلد الأرز من لبنان أحمد لبان. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em, but you won't take this thing out these words before I say 'em. 'Cause they know. أحمد اللبان، ألف مبروك على هذا الفوز الرائع. كان خصمك عثمان، وقبل 5 أيام تحولت إلى عناد. هل كنت تحط خطة لعثمان وتفاجأت بعناد، أو مشيت على نفس الخطة؟ أنا الحمد لله الكيك بوكسينج جاي كتير منيح، بس رحت لحد الجيتسو بالأرض بلندن. لندن شوت فايترز لا اربح. شوف الشاشه احمد وخبرنا عن الخطه اللي كنت ناوي تلعبها، هل طبقتها؟ انت طبعا عارف عناد لانه خصمك كان معك زميلك في الاكاديميه. كنت تكنيك تاعي انه اهرب انتي جرابلينج واظهر منه واعطي لكمات لاربح في نوك اوت. الحمد لله مثل ما دربت طبقت. طيب الاكاديميه شو اضافت احمد اللبان كلاعب كيك بوكسينج؟ انت الان لاعب فنون قتاليه مختلطه، شو اضافت لك الاكاديميه؟ شو زادتني خبره؟ دربنا منيح وزادتني اكيد، بس بالنادي تاعي اللي دربت فيه هو الاهم، كان عشان كان بس 40 يوم عندنا تحضير، بس اكيد استفدت. طيب انت بوزن 77، هذا الوزن الملغوم بالديزرت فورس، انت بطل الان الاكاديميه، وين شايف نفسك احمد اللبان في الديزرت فورس؟ انا بدي اسال استاذ ميرزا ديزرت فورس ليمشوني ماتش كثير قريب، مشان مستعجل كثير على درع الكبير، بدي اجيب رفيقه لهذا الكبير. جمهورنا حيوا معنا البطل الاكاديميه للموسم الثالث احمد اللبان. واكيد بتشكر نادي الاماميه اكاديمي، التعاضد لندن شيت فايترز والسبونسرز تاعولي اتش اي سي هولدنج. لكمل شوي. الف مبروك احمد اللبان. زي ما انتم شايفين اعزائنا المشاهدين، بنبارك للبطل احمد لبان صاحب الحصول على درع وزن 77، درع الاكاديميه، درع الديزرت فورس. ولكن خلينا نشوف، هي دائما اللعبه بينه وبين الغلطه شعره بسيطه، لما نسمع الغلطه دي اللي صارت من الزميل سلطان حمدي مع بعويضان. صحيح شعره بسيطه، كلها نوك اوتس، كلها ضربه ويطيحوا، ضربه وطاح، ضربه وطاح. اقول لك هارد لك، خساره فعلا. الكل كان معاك، ايش صار؟ فين غلطتك؟ والله العظيم الغلطه انه الارض ناعمه ورجوعي للوراء هو اللي سبب الزحلقه هذه مع الضربه. وانا قمت، انا واعي، يعني ما كان في اغماء، ما كان في شيء، الحمد لله متدرب كويس، وكله من بعد الله ثم من بعد كابتن مصطفى راشد، ما قصر علي بالمعلومات وحطينا الخطه مع بعض، لكن قدر الله وما شاء فعل والحمد لله. ضيعت واحده، في جيات اكثر باذن الله، باقي 5 مباريات باذن الله راح اوري افضل ما عندي باذن الواحد الاحد. انت وحش واحنا منتظرينك كوحش، نشوفك دائما وحش. الله يعطيك العافيه ان شاء الله، وشكرا جزيلا لك. قد لك حبيبي، يعطيك العافيه، حظ احسن ان شاء الله المره الجايه للبطل بعويضان. والف الف 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 مبروك على درع ديزرت فورس للاعب احمد لبان. اعزائنا المشاهدين، بدانا نخش في الثقيل، وما تبي تروحي مكان، نرجع لكم ثاني.